إن شاء الله الفيديو ده هنشرح فيه مع بعض حرف الإم كابيتال عشان نكمل باقي حروف الكوفيرتا اللي احنا بدأناها وده منظر حرف الإم بعد ما خلص يلا بقى نبدأ بسم الله وننفذ مع بعض بداية كل المربعات بتاعت الكوفيرتا هتبقى ثابتة على كام غرزة؟ على تسعة وعشرين غرزة حشو سواء كانت المربعات القلب اهي سواء كانت مربعات القلب او المربعات اللي انا عامل منها الحروف بتاعتي كله هيبقى ثابت معايا على نفس عدد العرض والطول علشان التشبيك هنبدا بقى اول حاجه هعملها هعمل 29 غرزه حشو عندك اختيارين من اللي انا هقولهم انا اشتغلت بغرزه مختلفه عن غرزه السلسله طبعا كله بيعمل سلسال ببدا اطلع عليه 29 غرزه حشو تمام انا ابتديت الشغل بتاعي على غرزه فاونديشن بغرزه الحشو الفاونديشن ما بتبقاش مشدوده زي السلسله بيبقى فيها مرونه شويه من تحت من عند القاعده القاعده بتاعتي ما بتبقاش مشدوده بتبقى مرنه لما بتيجي تعملي سلسال تيجي تبني عليه الشغل السلسال بيشد منك يا اما تشتغلي بابرة اكبر وطبعا الكلام ده انا قلته في فيديوهات كتير قبل كده فانا يستحسن ان انا ابدا على غرزة الفاونديشن عشان يبقى فيه مرونة في الشغل ويكون البداية الخط بتاع البداية بتاعتي ما يكونش مشدود هعمل ازاي الفاونديشن هبدا على سلسلتين هعمل سلسلتين واحد اتنين بدأت باتنين سلسلة بدخل في السلسلة الأولى اللي أنا عملتها أدخل فيها الإبرة كده وأسحب أطلع خيط يبقى معايا طرفين خيط ماليش دعوة باللي من ورا هشتغل في اللي قدام دي هاخد فيها غرزة السلسلة اهي ووقف يبقى معايا طرفين تانيين اقوم لفة ومطلعة اللي التانيين تاني الغرزة اللي اتكونت معايا من على البداية هي غرزة السلسلة دي بدخل فيها الابرة الغرزة اللي اتكونت معايا دي بدخل فيها الابرة كده واطلع خيط يبقى معايا طرفين ماليش دعوه باللي ورا هشتغل على اللي من قدام ودي سلسله واطلع يبقى معايا طرفين من الخيط الف اطلع الاثنين تاني السلسله الاخيره اللي اتكونت معايا من على الحرف اهي بدخل فيها الابرة والف اطلع خيط وتعمل مع اول طرف اطلع منه سلسلة تفضل معي طرفين الف اطلع منهم هما الاتنين خيط السلسلة اللي كونت معي اهي الف اطلع خيط والف اطلع خيط تاني والف اطلع من الاتنين كده انا بشتغل شغل بتاعي رأسي بشتغل الشغل بتاعي بكمله على تسعة وعشرين غرزة بعدهم ازاي؟ بعدهم من السلاسل اللي اتكونت عندي واحد اتنين تلاتة اربعة وهكذا بكمل لغاية تسعة وعشرين غرزة لو الطريقة دي صعبة عليكي مش حباها عادي هتشتغلي يعني تشتغلي سلسال تسعة وعشرين سلسلة وبعد كده تزودي سلسلة ارتفاع وتشتغلي عليهم الحشو بتاعك هيطلعوا معاكي تسعة وعشرين غرزة بالظبط انا بكمل على الطريقة دي لغاية ما اخليهم تسعة وعشرين غرزة وبعد كده نشوف هنعمل ايه في طلوع السطر اكملهم برة الكاميرا ونرجع تاني كده انا اشتغلت تسعة وعشرين غرزة حشو على غرزة الفاونديشن اهي اهو على قد ما بقدر بوضحها لكم بعد بنين بعد من السلاسل اللي من فوق واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية لغاية ما يلاقيهم تسعة وعشرين غرزة بعد كده بعمل ايه طالما حشو ارتفاعي سلسلة ولف الشغل بتاعي في كل غرزة من اللي تحت بما فيهم الغرزة الاولانية دي ما بسيبهاش حشو اي فيها واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه بكمل لغايه ما اوصل للنهايه انا بحط في كل غرزه فوقيها بحط غرزه حشو لغايه ما اكمل لنهايه السطر وده يعتبر السطر التاني معانا كده انا خلصت السطر كله اهم حاجة يبقوا تسعة وعشرين غرزة ولا نقص ولا زود كل غرزة في غرزتها بيجي عند الاخر غرزة هنا معي بحط فيها حش وجي الاخيرة برتفع ارتفاع سلسلة وبقلب الشغل تاني بتاعي وبدخل في كل غرزة باخد فيها فوقيها غرزة حشو هعمل كام سطر ثابت على تسعة وعشرين غرزة هشتغل ست سطور واحد اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته ست سطور ثابت على تسعه وعشرين غرزه ابتداء من السطر السابع أبدأ اشكل الشغل بتاعي اللي انا هنفذه سواء كان القلب او الحروف اللي على تسعه وعشرين غرزه بالظبط حشو أبدأ بقى دلوقتي اشكل يعني أنا بعد كده هنا حشو معدول هنا حشو مقلوب حشو معدول حشو مقلوب حشو معدول حشو مقلوب في الحشو الرابعة المعدول أنا ببدأ أعمل الحروف بتاعتي زي كل مرة زي ما في تشكيل بقى حرف الإم هطلع ارتفاع السلسلة وأشتغل بعديها كام غرزة حشو؟ أشتغل تمانية حشو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية حشو بعد كده البابلز بلف خيط على الإبرة بلف خيط على الإبرة وأدخل جوه الغرزة اللي عليها الدور أهي دخل الإبرة وأسحب خيط أطلعه يبقى معايا ثلاث أطراف لف أطلع أول اتنين ألف خيط على الإبرة وأدخل جوه الغرزة اللي عليها الدور هي هي أنا بحط كله في غرزة واحدة أسحب أطلع خيط وأطلع من أول طرفين بس وأوقف ألف خيط على الإبرة وأطلع أطلع من أول طرفين بس لف خيط على الإبرة تاني في نفس المكان أطلع من أول طرفين بس كده معايا خمس اطراف على الابره انا عايزاهم يبقوا سبعه سبع اطراف على الابره ست اعمده الست اعمده بيعملوا لي سبع اطراف على الابره ده كده العمود الخامس اطلع الف تاني وانزل في نفس المكان الف اطلع خيط واطلع اول اتنين كده معايا سبع اطراف على الابره يعني ست اعمده في نفس المكان ألف أطلعهم كلهم مرة واحدة وأديهم فوقيهم غرزة سلسلة عشان أقفلها وأنزل أعمل حشو في الغرزة اللي وراها على طول أنا هنا عملت البابلز هنا أدخل أعمل واحد حشو الغرزة اللي وراها هشتغل واحدة بابلز تاني بلف خيط على الإبرة وأدخل جوة الغرزة اللي عليها الدور أطلع خيط أطلع اتنين ووقف الف خيط ادخل تاني طلع اتنين ووقف الف خيط ادخل تاني اطلع اتنين واوقف الف خيط ادخل واطلع اتنين ووقف كده خمسه وكده سته واعدل الشغل بايدي قبل ما الف اطلع منهم كلهم خيط اعدل كده الشغل بايدي وادخل صبعي ورا الشغل بتاعي عشان يديني شكل البومبيه ده هلف اطلع منهم كلهم ودي سلسله يبقى انا كده عملت كام غرزه؟ عملت ثمان غرز حشو بابلز حشو بابلز بعد كده هشتغل سبعة غرز حشو واحد واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبع حشو، بعد كده أرجع أعمل واحدة بابلز، واحد تلاتة أربعة خمسة ستة، وألف أسحب كله، وبعد كده سلسلة، وبعد كده أعمل البابلز التانية، واحد اتنين تلاتة أربعة. خمسة خمسة ستة في نفس المكان والف اسحب كله واشتغل من على الحرف الحبة اللي فاضلين لي هشتغل فيهم تمن ايه، تمن غرز حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية يبقى انا كده اشتغلت تمانية حشو بابلز حشو بابلز سبعة حشو بابلز حشو بابلز تمانية حشو ده اول سطر في حرف الام <applause> السطر اللي جاي برتفع ارتفاع سلسلة واحدة وقلب الشغل بتاعي وادخل في كل غرزة حشو من اللي عندي اعمل حشو واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى أنا كده عطيت التمن غرز حشو اللي من على الحرف تمانية حشو زيهم هنا كان عندي بابلز أحطه فوقيها عندي الحشو اللي بعديها أحطه فوقيها عندي البابلز اللي وراها أحطه فوقيها وبعد كده في النص كان فيه سبع حشو واحد اتنين تلاتة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة حشو وبعد كده حشو فوق البابلز وفوق الحشو حشو زيها والبابلز الأخيرة اللي من على الحرف هحط فيها حشو وارجع أشتغل التمانية حشو اللي من الناحية التانية فوقيهم تمانية هطلع ارتفاع سلسله واطلع السطر الجديد في تشكيل حرف الام هشتغل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سته سبعه تمنيه تمانية حشو تسعة حشو السطر ده تسعة حشو بعد كده البابلز البابلز هتلاحظوها اللي هي بقت في نص الاتنين اللي, اتنين اللي من تحت لاني انا في الحروف اللي انا بعملها اللي انا اشتغلت بيها الكوفيرتا كلها عاملة قاعدة لكل حرف كابيتال انا عملته وريها لكم دلوقتي يبقى انا كده عملت بابلز وبعد البابلز هشتغل كام غرزه حشو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حشو وارجع أقرر البابلز تاني واحد تلاتة أربعة خمسة ستة واطلع كله مرة واحدة واشتغل التسع غرز حشو من على الحرف التاني يبقى انا كده خلصت تاني سطر في تشكيل حرف الام اهو كل الحروف بتاعتي اللي انا اشتغلتها كابيتال عامله لها قاعده من تحت يعني حرف الام عامله له قاعده مش مطلعه على طول الحرف الدي برضو اهو وي اللي ليه برضو قاعدة حرف حرف الاتش اهو الاتش برضو ليه قاعدة مش طالعة بالحرف على طول لا انا عاملة له قاعدة من و وفي النهاية كمان في الارتفاع حتى حرف الاي برضو نفس الكلام السطر الجديد هيبقى سطر كله حشو تسعة وعشرين غرزة بالظبط كله غرزة حشو فيها غرزة حشو زيها بالظبط خلصها وندخل على السطر الثالث في تشكيل الحرف خلصت السطر بتاع الحشو اللي بعد السطر الثاني هدخل بقى على السطر الثالث السطر الثالث السطر الثالث والرابع هما هما نفس السطر الثاني يعني هشتغل سطرين ورا بعض ثابتين بعد السطر الثاني على واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة حشو بعد كده بابلز وبعد كده تسعة حشو تاني بابلز تسعة حشو تاني يبقى انا هشتغل السطور الجايه اللي هو السطر التالت والرابع زي السطر التاني بالظبط تسعه حشو بابلز تسعه حشو بابلز تسعه حشو اكمل السطرين بره الكاميرا ثلاثه بنفس الطريقه نفس الاعداد السطر الخامس في تشكيل الحرف هعمل ايه هعمل تسعه حشو هعمل تسعه حشو بابلز بعد كده اربعه حشو انا عملت تسعه حشو بابلز اهي قفلتها وبعد البابلز اربعه حشو واحد اتنين تلاته اربعه وبعد الاربعه حشو واحده بابلز كمان واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وبعد كده هعمل أربعة حشو تانيين واحد اتنين تلاتة أربعة حشو وبعد الأربعة حشو هشتغل واحدة بابلز كمان من على الحرف وبعد البابلز اللي من على الحرف هحط التسعة الحشو الاخر كده أنا بشكل الحرف في النص كمان بدأت أعمل تشكيل حرف الإم من النص كده خلاص بعد ما خلصته تسعة بابلز أربعة بابلز أربعة بابلز تسعة وعملت كمان سطر حشو فوقيه السطر الجاي هو هو نفس السطر اللي فات نفس الطريقة تسعة حشو البابلز ولا أربعة بابلز أربعة بابلز تسعة هكمله برضو هو هو نفس السطر اللي احنا لسه عاملينه ده بعد ما خلصت السطر وعدته تاني اهو اللي هو يعتبر السطر السادس وده منظره هدخل على السطر السابع السطر السابع تسعة حشو تسعة حشو بابلز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة حشو وهنا البابل زي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة يبقى انا اشتغلت تسعة حشو وبابلز تسعة حشو وبابلز تلاته حشو واحد اتنين تلاته بعد كده بابلز واحد بعد كده بابلز بعد البابلز بقى واحد اتنين تلاته واحد اتنين تلاته السطر الكام واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه السطر السابع هعمل تسعه حشو بابلز تلاته حشو بعد كده بابلز بعد البابلز دي واحده حشو فقط وبعد كده بابلز اتنين تلاته بعد كده تلاتة حشو واحد اتنين تلاتة وبعد التلاتة الحشو واحدة بابلز وبعد البابلز الأخيرة اللي من على آخر السطر هعمل التسع حشو اللي فاضلين في السطر والسطر اللي وراه هشتغله كله حشو السطر اللي وراه كله حشو وده هيبقى منظر السطر واحنا بنشكل حرف الام تسعة بابلز تلاتة بابلز واحدة بابلز تلاتة بابلز تسعة من على الحرف من الناحية التانية اهو السطر الجديد اللي هو يعتبر اتنين اربعة ستة تمانية السطر التامن عملت تسعة غرز حشو من على الحرف بعد كده البابلز و بعد البابلز تحت كانوا ثلاث غرز حشو بعد البابلز هنا هيبقى مرتين حشو بس بعد البابلز واحد اتنين وبعد كده واحده بابلز تلاته اربعه خمسه سته وبعد كده هشتغل تلات غرز حشو، واحد اتنين، واحد اتنين تلاتة حشو، وبعد كده البابلز، أربعة خمسة ستة، وبعد البابلز واحد اتنين بعد كده بابلز وبعد البابلز تسعة حشو يبقى السطر ده بعد ما خلاص عملت ايه فيه اللي هو يعتبر السطر التامن عملت تسعة حشو بابلز اتنين حشو بابلز تلاتة حشو بابلز اتنين حشو بابلز تسعة حشو خلصت السطر الثامن هشتغل السطر اللي وراه كله حشو في كل غرزه بعد كده نكمل مع بعض تشكيل حرف الام خلصت السطر اللي كله حشو جيت اعمل السطر الجديد اللي هو يعتبر السطر التاسع عملت تسع غرز حشو بعد كده البابلز بعد كده غرزه حشو واحده وبعد كده البابلز واحد اتنين تلاته خمسه سته اخدت البابلز الثانيه اهي وبعد كده اعمل كام واحده حشو واحد اتنين تلاته اربعه خمسه حشو بعد كده بابلز وبعد البابلز دي واحده بس حشو وبعد كده بابلز تانية اللي هي الأخيرة، بسم الله وأهي الأخيرة، بعد كده واحد وأعمل اللي من على الحرف بقى خالص البابلز التانية أهي الأخيرة وأكمل هنا تسع حشو، اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، أهو السطر التاسع في تشكيل حرف الإم، الحرف خلاص بدأ يتشكل معايا أهو ويبان منظره. يبقى انا عملت ايه السطر التاسع عملت تسعه حشو بابلز واحد حشو بابلز حشو بابلز تسعه حشو بابلز تسعه حشو السطر ده زيه زي وزي السطر اللي قبل الاخير تسعه وبابلز وتسعه وبابلز وتسعه اهو ده السطر اللي قبل الاخير في تشكيل حرف الام السطر الجاي هيبقى كله حشو واللي وراه تقفيل اخر سطر في في الحرف الام بتاعنا السطر الأخير من تشكيل الحرف هعمل تمن غرز حشو وبعد كده بابلز تمن غرز وبعد كده بابلز ثلاثة أربعة خمسة ستة بعد كده حشو وبعد كده بابل زي تانية. وبعد كده واحد حشو واحد حشو اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة تمانية ايه سبعة سبعة بس سبعة حشو يبقى أنا عملت تمانية حشو بابلز حشو بابلز سبعة حشو بعد كده بابلز كده أنا خلصت آخر سطر في تشكيل حرف الإم عملت إيه عملت تمانية حشو بابلز واحدة حشو بابلز سبعة حشو بابلز واحد حشو بابلز تمانية حشو انتهى معايا تشكيل حرف الام هشتغل بقى ست سطور ثبات على تسعة وعشرين غرزة حشو الست سطور اللي انا دايما بشتغلهم نهاية كل حرف هكملهم عشان كده نبقى قفلنا الحرف بتاعنا خالص كده انا خلصت خلاص السطر بتاعي عملت ست سطور الثبات على تسعة وعشرين غرزة والحرف بتاعي خلاص اتقفل حرف الام كابيتال اتمنى يكون الشرح كان واضح واستفدتوا من الفيديو ويكون التطبيق بتاعه يكون سهل انتظروا بقيه الحروف للكوفيرتا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته